ايمن. يوه، طب ارد ولا ما ردش؟ انا لو رديت ممكن اتدبس في حاجه، ولو ما رديتش ما ممكن تبقى مصلحه وهو عايزني فيها. ارد وخلاص. الو، ايوه ايمن، ازيك؟ انا تمام الحمد لله، كويس، بس يعني تعبان كده شويه حبتين. موضوع ايه؟ طيب، هلبس ونازل لك على طول، استناني على القهوة، أنا جاي على طول، مع السلامة، مع السلامة. ماما جوه؟ لا، هي بتقول لحضرتك انها مش موجوده. يا نهار اسود، البنت هتوديني في داهيه. ليلى، خشي جوه. ازيك يا يارا؟ اصل هي كانت نايمه وانا كنت برد. اوه، ايوه يا ايمن، انا في السكه يا حبيبي وجاي لك. السكه زحمه ومفيش مواصلات، روح انت بس استناني على القهوه وهتلاقيني جاي لك على طول. وما تقلقش، يعني الموبايل هيفصل مني شحن، يعني عشان لو لقيته مقفول. روح على القهوة هتلاقيني مستني. مسافة السكة يا باشا، مع السلامة. والله العظيم مش قادرة أوصف لك أنت وحشاني إزاي، وحياة ربنا منوراني والله. منورك يا رب. اسكتي، إمبارح حصل لي حتة حاجة. ليه؟ بس يوم كده هيفضل لازق في دماغي، مش هنساه عمري، ربنا ما يوريك. إزيك يا يارا؟ الحمد لله. منورة. منورك. هدخل اريح لي ساعة كده. ساعة ساعة ولا هتغلبني في الصحيان؟ لا، ساعة بالظبط. طب يا حبيبي حاضر، ماشي. ايه اللي حصل؟ تعبت يا بنتي ورحت المستشفى، سخونية بقى ورشح، ما اقولكيش. حسن الله يبارك له خدني على طول المستشفى. الف سلامة عليكي. والله كنت كلميني. طيب قولي لي اي حاجة. ربنا يخليكي، والله شباكك التقيلة. ويعني بخصوص ال 500 جنيه انا كنت شايلهم لك والله، بس انت شايفه حصل موضوع التعب ده على غفله، فديتهم لحسن بس ما كانش معاه فلوس عشان يعني يجيب لي الادويه. لا يا هاجر، احنا اخوات، يعني انا جاي لك اصلا اطمن عليكي، مش عشان فلوس. والله ربنا يخليكي ليا، اول ما فلوس تبقى معايا هبعت لك. ماما وما تفتحي الموبايل، هجيبه لك. تعالي اقعدي مع طنط، تعالي بصي بصي ما شاء الله. اول ازاي انت جميله حلوه دي. دي ماما لسه جايبها لي امبارح. بتقولي امتى؟ خالها انت عارفه ان هو مسافر بره، فبعت لي يعني فلوس علشان خاطر اجيب لها حاجات المدرسه والجلادات وحاجات كده. خشي اقعدي جوه. سيبيها قاعده. لا، عشان تتعود ما تلقطش يعني كلام الكبار وتقعد معاهم وكده، انت عارفه التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. المهم انت عامله ايه مع جوزك؟ انا الحمد لله يا رب. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليك. الحمد لله. عموما يعني الف سلامه عليكي. يعني الله يسلمك. هسيبك ترتاحي. ليه؟ لا، انت انا هجي لك وقت تاني. لا والله انا مش هسيبك ترتاحي، هجي لك وعلى راسي في اي حاجه كلميني. طيب والفلوس اول ما تبقى جاهزه هبعتهم. براحتك تعالي اتفضلي. تعالي، نورتيني والله يا حبيبتي. ابقي قراري الزياره. ها، مع الف الف سلامه. مساء الخير. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله يا استاذ ايمن. حسن هنا؟ بس هو نايم شويه. نايم؟ اصحيه لك؟ صحيح. طيب اتفضل، والله قال لي ساعه بس تريح كده وهبقى. تعالى اتفضل. تعالى. حسن، يا حسن. حسن، يا حسن. ايه يا هاجر؟ يا الساعه لحقت تخلص. ساعه ايه وبتاع ايه؟ ايمن صاحبك قاعد بره، قوم بقى. ايه يا حسن؟ ايمن صاحبك قاعد بره. ايه بتقولي؟ ايه وقولي ايه؟ ايه ايمن صاحبك قاعد بره؟ انت مش تقول ان الراجل جاي؟ انا انت عارفه ما بحبش المفاجآت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه بتسود النهار ليه؟ اصل انا كنت مديله ميعاد وقفلت التليفون وكسلت اروح له. طب هو ده ينفع يعني؟ هتسيب الراجل قاعد بره لوحده؟ يا نهار ابيض. ماشي، طب روح اعمل لنا شويه شاي وانا طالع له. يلا. طيب يلا. ده رخاي. ايه حصل؟ اقعد ساعتين في الاول مستنيك. ما انا رحت يا اخويا هناك استنيتك، انت اللي اتاخرت. لا يا اخويا، انا جيت في ميعاد. بس انا لما لقيتك اتاخرت قلت اروح، لان الموبايل بتاعي كان فاصل شحن، فخفت يا اخويا انت تتصل بيا وما تعرفش تجمعني، فجيت اشحنه يعني عشان توصل. ماشي يعني. يا حسن ماشي. بقول لك انا كنت بقى قصدك في خدمه. خير يا حسن؟ الظروف معايا متكعبله اليومين دول، عندي تليفون عايزك تبيعه لي، ثواني هجيبه لك. يا ليلى، يا ليلى،
هات الموبايل وتعالي يا حبيبتي. حاضر يا بابا. خلصوا لي كده باي حاجه يعني. ايوه خش اقعد يا حبيبتي. اهو ايه ده حسن؟ الموبايل ده انا بشبه عليه. الموبايل ده مش طلبته منك من فتره وقلت لي ده بايظ؟ لا لا ده واحد تاني غيره. لا ده كويس ومية مية. كويس يا بابا، ده بيهنج معايا وانا بلعب. بيهنج؟ طب خش جوه، خش جوه يا ماما، خش جوه. بشوف لي اي بيع خلصني منه. ما علينا يا حسن، هبقى اشوف لك ليه بيع. ايه بقى الخدمه يا اخويا بقى اللي انت كنت عايزني فيها؟ بص يا حسن، انا عارف ان الدنيا ملخبطه معاك اليومين دول. اه والله العظيم، ده حتى اخر 500 جنيه هجر مراتي تعبت ورحت بيها عند الدكتور وصرفتهم، واديك انت اللي قلت بلسانك الظروف تعبانه. يا عم انا جاي استلف منك، انا كنت جاي لك بخصوص المحل. المحل ما هو مش جايب همه وقفله، وبعدين ما انا قايل لك ان انا قافله. حلو قوي، انا جايب لك بقى مؤجر سقف، بس تحفظ لي النسبه بتاعتي يا حسن. ده السقف واقع وعايز يترمم. حلو قوي، هيرممه لك كمان. يا هاجر يا هاجر، فين الشاي يا هاجر؟ الا مفيش اخبار في الشغل عن العلاوه يعني؟ علاوه بقى على كده يا حسن، هيدفع لك سنه مقدم. انا سمعت يا اخويا انها هتنزل الشهر الجاي. يا عم شهر ده ايه؟ شهر ده الشهر اللي بعديه، مش مشكلتنا يا حسن في دلوقتي. يا اخي الواحد يا اخي مش عارف يجيبها منين ولا منين. ما علينا، المهم هتعمل ايه؟ هعمل ايه يا هاجر؟ يا هاجر فين الشاي يا هاجر بسرعه؟ وبعدين الراجل ده تاجر كبير قوي، عارف هيمسك لك المحل هيشطبه لك من كله، سباكه ونجاره وصرف كمان. صرف المنح والمكافئات الشهر القادم، الخبر ده بجد؟ يا عم انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ في ايه يا عم الحاج؟ يا هاجر يا هاجر فين الشاي يا هاجر؟ ها هتعمل ايه يا حسن؟ اعمل ايه في ايه؟ في المحل. محل اثبت المحل بقى. ابراهيم اللي مأجر المحل اتصل وبيقول لك ان هو هيأخر بس الايجار يومين. معلش بقى اعذره، ما هو بقاله 5 شهور بيدفع في ميعاده. منور يا ايمن، هخش اشوف لك. ماشي. ايه يا حسن؟ انت مش قايل ان المحل السقف بتاعه واقع وانت قافله؟ يا اخي انا مأجره، مأجره بقالي 5 شهور. ارتحت يا اخويا؟ ارتحت؟ انت صدمتني يا حسن. صدمتك ايه يا عم؟ وانا معشمك بالجواز؟ ايوه يا حسن، عملت تقول لي معكش فلوس وعملت تضيع الفقر وعندك محل ومأجره في حته زي دي. ده محل في حته زي دي ايجاره يجي بتاع 6000 جنيه يا اخي. انت جاي بقى تقر بقى، قول بقى ان انت جاي تقر بقى يا ايمن عليا. اقر عليك ولا ما اقرش عليك؟ بس عيب عليك، عملت تضيع الفقر كده يا اخي، عيب عليك. ده انت راجل كداب، والشاي بتاعك ده مش عايز اشربه. يا عم استنى. الو الو يا مس سندس، مش هعرف اجي النهارده. اه تعبانه وبطني بتوجعني ودماغي. ماشي باي. انت كنت بتكلمي مين؟ مس سندس. اه وبعدين؟ قلت لها ان انا تعبانه النهارده ومش قادره اجي. انت بتكدبي يا ليلى؟ اصل بصراحه مش عامله الواجب. يعني ايه مش عامله الواجب؟ ما تكدبيش يا حبيبتي، انا ربيتك على كده. انت عارفه اللي بيكذب ده بيروح فين؟ بيروح النار يا حبيبتي. حسن يا حسن. ايه يا هاجر؟ تعالى شوف بنتك. بنتك الميس اتصلت بيها والهانم بتقولها ان هي تعبانه عشان ما عملتش الواجب وبتكذب. بتكذب؟ اه. يا نهار ابيض، انت مش عارفه ان اللي بيكذب بيروح النار؟ اتفضل بقى، دي تربيتك يا حسن. انا 100 مره قلت لك البنت ما ينفعش تعود على الكذب، كذبت كذا مره وانت كنت بتفوت لها. انا كنت بفوت لها؟ انت شفتيني انا بكذب قبل كده؟ طبعا. ما تربيتك روكي. تربيتي انا والله العظيم هي اصلا يعني ما تكذب دي ونهار وانت بتعدلها كده عادي. انا بعدلها. المفروض دي تتضرب وتتقرص من ودانها. ما هي اكيد سامعاكي وانت كمان بتكذبي في التليفون. لا انا مش عايزه بنتي تطلع كدابه يا حسن. يا ستي ما ازاي، ما تعلميها الصح يا ماما. الكذاب دوت صفه وحشه، الناس مش هتصدقوا بعد كده. عيب نقعد نكذب عمال على بطال، ولما نيجي بقى في مره نقول الصدق محدش هيصدقنا. اياك تعملي كده تاني، فاهمه؟ ما انتوا بتكذبوا.